هنروح لخبر آخر، وهو طبعا كنا الحلقة اللي فاتت مستضيفين فريق السيدات لكرة الطائرة، والحقيقة يعني كابتن الفريق أو طبعا الكابتن الأسطوري لنادي الأهلي نهلة سامح أعلنت اعتزالها. أكيد طبعا يعني بنتمنى لها كل التوفيق. نهلة بتلعب في الفريق بقى لها 20 سنة، 20 سنة من أول ما تصعدت إلى الفريق الأول حتى الآن، 20 سنة بالتمام والكمال، أخدت فيهم 51 بطولة. أيوة الرقم اللي حضراتكم سامعينه وده صحيح، 51 بطولة وليست بطولة واحدة. نهلة سامح تاريخها تاريخ كبير جدا، تاريخ مشرف من البطولات، مش بس البطولات ولكن يعني الأخلاقيات، القيادة، المسؤولية، يعني قول على نهلة زي ما أنت عايز تقول. آخر لقب حققته نهلة هي بطولة الدوري العام، زي ما حضراتكم شايفين الدوري العام اللي اتحقق من حوالي يعني أسبوعين تقريبا، وكانت هي كابتن الفريق من حوالي شهر، كان في 30/4 صح، شكرا، كان في آخر رمضان. وطبعا أنا عايز أقول إن بطولاتها كالآتي، ركزوا معايا كده عشان تشوفوا بطولات نهلة سامح الكابتن التاريخي للنادي الأهلي: 19 بطولة كأس مصر، 20 بطولة دوري، 6 بطولة أفريقيا، 5 بطولات عربية، ولقب كأس السوبر المصري هي نسخة وحيدة اللي اتلعبت السنة دي والنادي الأهلي خدها بقيادة نهلة سامح. نهلة سامح طبعا بتجهز دلوقتي لحفل زفافها، وأكيد بنتمنى لها كل التوفيق في خطواتها وحياتها اللي جاية، لأنها كانت مثال رائع للكابتن اللي عنده إنكار ذات وحب لزمايله والفريق، وكانت مستعدة دايما تقوم بأي دور في مصلحة فرقتها، ودائما بتكون سند وعون لأي عنصر جديد بينضم للفريق وتشد منه وتدفعه لقدام. يمكن هي كان يعني لما كانت معانا الحلقة اللي فاتت ما جابتناش يعني خبر إنها تعتزل، ولكن الكابتن حمدي الصافي يعني قال في حقها كلمتين كبار جدا جدا الحلقة اللي فاتت، وطبعا معالي الوزير العام فاروق كتب يعني كلمة كبيرة لنهلة سامح، وكابتن حمدي الصافي قال: كابتن وخرجتي من الباب الكبير، وعشان طبعا اكيد يعني تكون معانا ونعرف منها خطوتها الجايه اللي احنا اكيد بنأيدها، معانا عبر الهاتف نهله سامح الكابتن التاريخي لكره الطائره السيدات. اهلا بيك يا كابتن نهله. اهلا بحضرتك يا كابتن. احنا طبعا يعني مش عايز اقول لك احنا عندنا حاله من الحزن ان احنا بنقول الخبر ده، لان احنا مش متخيلين ابدا انه فريق الكره الطائره السيدات من غير نهله سامح، ولكن ده قرارك ولازم نحترمه. يعني كلمينا، خدت القرار ده ازاي وامتى جت في يعني في ذهنك هذا القرار يا كابتن نهله؟ انا يمكن كان من السنه اللي فاتت كنت عايزه اعتزل، ولكن طبعا بسبب الظروف اللي مرت بيها الفرقه، فكان ساعتها كابتن خالد العوضي وكابتن حمدي كانوا قعدوا معايا واتفقنا ان انا يعني مش هينفع اسيب الفرقه في الوقت ده، وانا فعلا ما قدرتش اسيبهم وكملت السيزون ده. وبعد ما السيزون خلص وكده كلمت كابتن خالد قلت له يعني انا حابه بقى ان شاء الله ادخل تحدي جديد، الحمد لله كلاعيبه قدرت احقق يعني كل اللي نفسي فيه، فحبيت ان انا ان شاء الله بقى ادخل تحدي جديد، يعني بعد كوني ان انا كنت لعيبه حابه ان ادخل في مجال برضه ما زلت هكون ان شاء الله في الرياضه، ولكن تحدي جديد يعني بالنسبه لي. طيب بس ما طبعا يعني كلمت كابتن خالد قال لي انت ده القرار ده نهائي بالنسبه لك، ويعني بصراحه يعني ساعدني كتير ويعني سمعني وكل حاجه، فقال لي خلاص اللي انت عايزاه وكده. وانا طبعا كنت عايز اعلن من خلال حضرتك في البرنامج، بس طبعا يعني احتراما للنادي كان لازم النادي طبعا هو اللي يعلن قبل في الاول. يعني طول عمرك يا كابتن اعتراف الاصول، وطول عمرك يعني اهلاويه، وكنت دايما يعني يمكن السنه دي بتأذي الفريق بشكل كبير، وكنت دايما بتنكري ذاتك، بس خلينا اتكلم ايه التحدي اللي انت بتفكري فيه؟ عايزه تبتدي يعني حياتك، حابه تكملي في التدريب، حابه تكملي في الاداره، يعني انت هتنجحي في اي مكان هتكوني فيه، ولكن دي تعود لرغبتك يا الاهلي، انت حابه ايه؟ انت حابه تكملي في اي مجال بعد الاعتزال ان شاء الله؟ انا طبعا اكيد هكون موجوده في النادي الاهلي، يعني ده بيتي، وطبعا هيكون ليا الشرف ان انا اخدمه باي طريقه ثانيه بعد ما كنت لعيبه فيه طول حياتي. وان شاء الله اكيد انا يعني هفضل في مجال الكره الطايره يعني بشكل خاص، يعني اكيد ان شاء الله. يعني ممكن يعني انا يعني عامله حسابي طبعا ممكن تدريبيا واداريا، لكن انا يمكن مياله اكتر يعني بشكل اداري اكتر. طب كابتن نهله، يمكن اكيد يعني بحكم خبرتك الطويله دي وبحكم لعبك في النادي الاهلي والبطولات الكبيره دي، اكيد نفسك تقدمي رساله او تقولي رساله لجماهير النادي الاهلي. انا طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي على دعمهم، يمكن من امبارح كمان يعني انا عايزه اقول ان كل رساله كانوا بيبعتوها لي وكل حاجه كانوا بيكتبوها على السوشيال ميديا انا مش قادره اوصف لهم هي ازاي اثرت جوايا، لدرجه ان انا كنت بحاول ارد على يعني على كل واحد من الجمهور كان بيكتب لي رساله اللي هو خد من وقته فعلا وخلوا لي اللحظه دي فعلا لحظه يعني
يعني عايزه اقول خلوها، يعني انا فعلا من ساعتها اتاثرت. يعني يمكن انا كنت واخده قرار الاعتزال ده من بدري، ولكن لما الموضوع حصل ولقيت ردود الفعل دي من جمهور النادي الاهلي انا فعلا اتاثرت جدا يعني. فانا بشكرهم ان هم دعموني من زمان، من 25 سنه، وطول المسيره دي كانوا بيدعموني، والاخر لحظه حتى بعد اعتزالي ما زالوا لغايه النهارده ولغايه الوقت ده. يمكن حتى بيجي لي مسجات على الموبايل دلوقتي ان هم بيدعموني وبيشكروني. فانا اتمنى ان انا اكون قدرت اساعدهم، واني اكون كنت عند حسن ظنهم كلهم، وبقول لهم ان انا فعلا كان كل همي طوال ال 25 سنه جوه النادي الاهلي ان انا اقدر اعمل اقصى يعني حاجه اقدر عليها ان انا اقدر افوز بالبطولات. طبعا ان هم في الاول وفي الاخر طبعا عشان اساعدهم وعشان النادي الاهلي طبعا. فبشكرهم طبعا الجمهور ده، ويعني انا فعلا بحاول ارد على واحد واحد. والله الموضوع ده طبعا غريب، بس انا فعلا بقيت ادخل حتى في المسجات اللي هي مش بتتفتح عشان احاول اشوف الناس واشكرهم وارد عليهم فعلا. طب كابتن نهال، اكيد برضو يعني عايزين نسمع منك رساله لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، معالي الوزير العام فاروق نائب الرئيس مجلس الاداره. اكيد دعمهم ليكي يعني كبير، واكيد الفتره اللي فاتت يعني كان المجلس واغلبه متواجد في كل مبارياتكم بيدعمكم. تحب تقولي ايه لكابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل؟ طبعا يعني انا بشكرهم على دعمهم لينا في جميع الاوقات، حتى مش في المكسب بس، بالعكس. وثقتهم فينا، كانوا واثقين فينا لأبعد الحدود، والحمد لله ان هم برضو كانوا واثقين فيا. كان دايما كلامهم ليا ان هم يعني واثقين فيا، حتى بعد لما كان يحصل فيه هزيمه في اي مباراه كان اتصالاتهم كلها دعم. حتى ما كانش فيها لوم، ولكن كان كله دعم وثقه. فانا بشكرهم، وبرضو يعني اتمنى ان احنا ان شاء الله نفضل في انتصارات ونرفع راسهم على طول فوق يعني. ان شاء الله يا كابتن نهله، واحنا الحقيقه يعني لا نملك غير نقول لك كل التوفيق كل الدعم. يعني انت هتفضلي بنت النادي الاهلي، واحنا متاكدين ان انت هتنجحي في اي مجال هتخشي فيه، سواء في التدريب سواء في الاداره، في اي مكان هتكوني اكيد هتنجحي، لان عقليتك عقليه محترفه، عقليه يعني فاهمه يعني ايه تشتغل وسط يعني منظومه او وسط فريق عمل. احنا بنشكرك يا كابتن نهله ونتمنى لك كل التوفيق. كابتن نهله سامح الكابتن التاريخي للنادي الاهلي في كره الطائره سيدات، بشكرك شكرا جزيلا، كانت معانا عبر الهاتف، واللي احنا الحقيقه بنتمنى لها كل التوفيق. نهله يعني نادرا لما بيجي حد بالقياده وبالخلق وبالفهم وبانكار الذات، يعني قول على نهله زي ما انت عايز تقول. نهله سامح يعني مثال يحتذى به، يعني 20 سنه في الفريق الاول وقبليه اكيد 10 15 سنه في الناشئين، ما حدش سمع لها صوت، ما حدش سمع لها اي شكوى، بالعكس كانت دايما بتكون موجوده في يعني في الأماكن وفي الزمان والمكان اللي لازم تكون فيه.